مصر بتتحدى وبتواجه الإرهاب بالنيابة عن المنطقة بأكملها. المجلس القومي للقبائل العربية والمصرية برئاسة الربان عمر المختار صميدة عقد مؤتمر حاشدا لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الترشح لفترة رئاسية ثانية بجزيرة المعابدة بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط بمشاركة عدد من كبار الشخصيات العامة والسياسية والبرلمانية والحزبية. تعالوا نشوف مشاهدينا هذا التقرير. المواطنين اللي في القبائل العربية هم بشيء تلقائي وبحب كامل للرئيس السيسي بيطلبونا عشان نقعد مع بعض ونعمل مؤتمر لتأييد السيد الرئيس. وتأييده مش بس نكلم ونأيد فقط، ولكن ننظم نفسنا عشان الحشد يوم الانتخاب. ده أهم حاجة بنعملها. نمرة اتنين، بنوطد العلاقات ما بين القبائل العربية موجودة كمواطنين مصريين وكناس قادرة انها تتعامل مع بعض ويقدروا يحطوا ايديهم في ايدين بعض عشان البلد. النهاردة على أرض أسيوط مع أهلنا من القبائل العربية بنبعت رسالة إقليمية ودولية إن القبائل العربية في أسيوط وصعيد مصر خلف ترشيح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الفترة الرئاسية تانية. الأهالي كلها هنا جاية فرحانة أول ما عرفت إن ده مؤتمر لتأييد الرئيس، الناس كلها هنا بتأييد الرئيس، وإحنا هنطلق وثيقة تأييد للرئيس هيمضي عليها كل الحضور إن شاء الله. لو جيت من سينا لأسيوط ماشي على الأقدام، الرئيس عبد الفتاح السيسي يستاهل ده. اللي حمى شرفي هو وجيش سينا يستاهل ده. اللي بيعمر وعمل لي مشروعات وانجازات معجزات يستاهل ده. القبائل العربيه هم منتمين لمصر، القبائل العربيه حدودها هم حماة الحدود الشرقيه والحدود الغربيه، ويعني واعتقدش ان القبائل شافت اهتمام في عهد اي رئيس من الرؤساء زي الرئيس عبد الفتاح السيسي. الناس كلها حاسه بالعمل الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرغم انه في بعض المتاعب بسبب الاصلاح الاقتصادي، ولكن الناس بفكر واعي تعلم جيدا انه ده لخيرهم وده لمصلحتهم. الناس كلها لبت الدعوة وطبعا وجاية في بلادها ووسط اهلها ووسط اخوانها، ومحبة في السيد الرئيس برضو لانه هو الذي عدى بمصر الى بر الامان. ربنا يوفقه وان شاء الله احنا قدامه من كبير لصغير، هذا غزل امن بلادنا. مصر لابد ان يرأسها رئيس مشرف، رئيس مشرف يشرف مصر كلها، مشرف الأمة الإسلامية والأمة العربية والأمة الإفريقية، قائدا وزعيما ورئيسا عبد الفتاح السيسي. شفنا أمن وأمان، وشفنا الكهرباء ما تقطعش، وشفنا الدنيا هنا بقت كويسة من ساعة ما مسك الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونحمد الله إن يسير على بركة الله إن شاء الله وإحنا وراه بإذن الله.